ولنقاش ملف العقوبات الأمريكية الأخيرة على إيران ينضم إلينا عبر سكايب من أوسلو الناطق الرسمي لجبهة الأحواز الديمقراطية طارق جاسم. أهلا بكم سيدي. أهلا وسهلا بك. نعم، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على مؤسسة تابعة لخامنئي، كيف تقرأ توقيت هذه العقوبات الأخيرة التي أعلن عنها ترامب قبيل مغادرته للبيت الأبيض؟ حقيقة هناك مؤسسات عائلة في الولايات المتحدة هي التي ترسم خارجية الأمريكية تجاه كل الملفات الخارجية، لا سيما ملف إيران الأكثر حساسا خلال فترة ترامب. لذلك وإدارة السيد ترامب خلال هذه الشهرين الباغيتين من ولايته هي تأخذ وتستمد قوتها وتستمد أفكارها في ضوء هذه الترسيم السياسي من قبل هذه المؤسسات التي تريد أن تنتقل إلى مرحلة ثانية ولا تريد أن تتراجع من كل الذي حصل بين الولايات المتحدة وبين إيران فيما يتعلق بمواضيع حساسة من ضمنها الاتفاق النووي الإيراني وخروج الولايات المتحدة منه، ثم الملف الصاروخي الإيراني وملفات حقوق الإنسان والغوميات في إيران. بالتالي هذه الأمور هي أمور أساسية لا يمكن لأي ولاية غادمة في الولايات المتحدة أن تنسحب وأن لا تكترث بها. بالتالي نحن نرى حتى في ظل وجود الإدارة الجديدة التي هي تتمثل بالديمقراطيين سيكون هناك تركيز على العقوبات تجاه إيران. نعم، إلى أي مدى أثرت هذه العقوبات التي فرضتها إدارة ترامب على النظام الإيراني؟ يعني منذ مجيء السيد ترامب في قبل 4 سنوات حتى يومنا هذا هذه الإدارة كانت وما زالت تفرض العقوبات شهرا بعد شهر ويعني فترة بعد فترة حتى تضعف أولا يعني دعم سياسات إيران للمنظمات الإرهابية في الشرق الأوسط، يعني أضعفت تطوير البرنامج الصاروخي الإيراني، أضعفت تطوير البرنامج النووي الخطير الإيراني، واستطاعت أن تقلص اقتصاد إيران وحددت غدرات الحرس الثوري الإيراني الذي هو أساسا يتغذى من الميزانية الإيرانية. وبالتالي هذه العقوبات هي اليوم يعني شكلت إيرانا مختلفا عن ما كان قبل ترامب. إلى أي مدى تتوقع عودة بايدن لاستئناف المفاوضات حول الاتفاق النووي الإيراني؟ يعني خلال 6 أشهر القادمة أو حتى السنة القادمة، أن أستبعد أي مفاوضات جديدة مع إيران وأي رجوع للاتفاق النووي وحتى المفاوضات في هذا المجال، لأن أولا هنالك نحن مقبلين على انتخابات في إيران في ظل وجود هذه الأزمات الاقتصادية والاجتماعية وحتى يعني المظاهرات والاحتجاجات داخل إيران، فالإدارة الأمريكية بطبيعة الحال ستنظر إلى كل هذه الملفات بدقة. قبل يومين هنالك إجماع دولي من قبل الأمم المتحدة بإدانة إيران فيما يتعلق بموضوع مجال حقوق الإنسان، فكل هذه المؤشرات هي تعطي القوة لإدارة جو بايدن حتى يعيد النظر في الرجوع إلى الاتفاق النووي. شكرا جزيلا لك الناطق الرسمي لجبهة الأحواز الديمقراطية طارق جاسم، حدثتنا عبر سكايب من أوسلو.